أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مقصر في قيام الليل مع أنني أستيقظ دائما في آخر الليل، فما هي الأمور المعينة على قيام الليل والمحافظة عليه؟ النية الصالحة وتعويد النفس، يعود النفس الإنسان نفسه قيام الليل ثم يألفه ويتلذذ به بعد ذلك. نعم، ما في شك أن النفس في أول الأمر تميل إلى الكسل والنوم والراحة، فأحتاج إلى جهاد، جهاد النفس مقدم على كل جهاد، يجاهد نفسه بالله عز وجل، فإذا جاهدها وعودها وروضها فإنها بعد ذلك تألف تتلذذ بقيام الليل. نعم.